ووسط أجواء الحرب هذه قد ينخفض كل شيء عدا أسعار الطاقة وأسهم شركات الأسلحة خاصة الأمريكية بالطبع. أكبر 5 شركات عالمية هي أمريكية، كما أن واشنطن مسؤولة عن ما نسبته 39% من الإنفاق العسكري العالمي في 2020 مثلا. مثال سريع على النمو، لوكهيد مارتن أكبر مصنع للأسلحة في العالم شهدت ارتفاعا في أسعار أسهمها بأكثر من 25%. بكل الأحوال ستسهم الحرب الأوكرانية في زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية بثلاث طرق: المساعدات الأمريكية للجيش الأوكراني، ميزانية الدفاع الأمريكية ذاتها، وميزانيات الدفاع للدول الأوروبية. ترصد Just Foreign Policy تحولاً أوروبياً متسارعاً نحو زيادة الإنفاق العسكري وبنسبة ساحقة نحو الأسلحة الأمريكية، وهناك ظروف سوق أخرى ستفرض كلمتها. قطاع الطيران والدفاع الأمريكي شهد طفرة منذ التسعينات، فبدلاً من 51 مقاولاً في السوق صار العدد 5، وهو ما يعني مزيداً من الاحتكار والأرباح. وفي كل الأحوال الإنفاق العسكري الأمريكي يزيد وله أكثر من سبب: جو بايدن. To forcefully respond to Putin's aggression against Ukraine and its economic, humanitarian, and security consequences. The world has changed. In addition to dealing with terrorist organizations, for the second quarter of the 21st century, we're once again facing increased competition from other nation states, China and Russia, which are going to require investments to make things like space and cyber and other advanced capabilities, including hypersonics.